أهلاً بكم أعزائي المشاهدات والمشاهدين. رأينا في الثلاث حلقات موضوع الحجر الأسود المقدس وقصتيه الميثولوجية والكتابية. ووقفنا في رمز هذا الحجر الزاوية في أعلى قوس البناء وهي أصعب مرحلة البناء وأهمها. بعجالة أشرنا لقول المسيح في إنجيل متى إصحاح 21 العدد 42، قال لهم يسوع: اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا ويوضح الرسول بولس هذا المقطع في رسالته لكنيسه افسس اصحاح 2 العدد 19 20 فلستم اذا بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين واهل بيت الله بتلوس مبنيين على اساس رسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية شفنا الرسل والانبياء وبناء المذبح إلى أن جاء بناء المعبد الذي سمي بالهيكل لكبر حجمه وقداسته في عهد الملك سليمان وجدد في عهد زربابل وفي عهد هيرودس ولتجديد فكرة الهيكل خارج العرق اليهودي والفكر اليهودي بنى عبد الملك بن مروان قبة صخرة ليؤكد أهمية الهيكل ويجعل من من الايات جدار قبه الصخره جوهر فكره بناء هذا الهيكل الجديد. ليس لليهود فقط بل كذلك للنصارى والمسلمين معتبرا المسيح محور دائره الصخره المقدسه. لكن ليس بالمفهوم المسيحي وانما المسيح بالمفهوم الأبيوني الذي تحدثنا عنه في الحلقات ما قبل حلقات الحجر الأسود إذا الصراع الفكري والعسكري الذي قام بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير أو عبد الله الزنبيل كان سياسيا بامتياز مستخدما كل منهما العقيدة لتزاوج الدين بالسياسة وكسب السلطه والشرعيه فكل واحد منهما رغم ان الصراع نشا في ظل السياسه بدايه من عهد معاويه راى اهميه ولاء القبائل العربيه وما يجمعهم من ثقافه الاسواق والحج وتقديسهم للاحجار المقدسه بيوت الله واختار كل واحد منهما بين القصه الوطنيه أو القصة الكتابية فاختار عبد الله الزنبيل أو عبد الله بن الزبير أصل قصة الحجر الأسود الوطنية التي كانت ضاربة في العمق الفكر العربي منذ القديم ولهذا أي عبد الله بن الزبير كسب ولاء القبائل العربية المنتصرون الجدد وصبغ هذه القصة بصبغة كتابية باعتبار أنه حجر نزل من السماء يعني بين قوسين نيزك في عهد ابراهيم الخليل جد العرب وابيهم اسماعيل وهو الحجر المقدس يمين الله يسلم به على ضيوفه ويكون الواسطه بينهم وبين الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى في سوره الزمر الايه ثلاثه. يعني هذا كان هو الفكر الوثني كما هو الحال عند اليونان فإنه أي البتيلوس يحمل روح إله السماوات الإله زيوس وكالبيتال معبد بعل في عهد مملكة تدمر والبيتال لإله دو الشرى كبير آلهة الأنباط أو ربما الإله العزة ولتوضيح هذه النقطة فالأحجار المقدسة تتغير بتغيير ذوق القبائل والشعوب التي تقدسها كما رأينا في حديث البخاري عن السلط بن محمد عن أبا رجاء العطاردي فالسلطات التي كانت تحكم وتستمد شرعيتها من قداسة هذه الأحجار هي نفسها التي تختار حجرا مقدسا بدلا عن سابقه وهذا بوعي القبائل التي كانت تقدسها ولا زالت هذه الظاهره تتكرر الى الان ففي موسم الحج كلنا نتذكر شكل رمز الشيطان يعني في الحج وشكله الحالي لا علاقه بشكله الجديد ولكن لا يحتج اي حاج على هذا التغيير الذي حصل بحجه ضيق المكان وازدحام الحجيج وهكذا كانت التبريرات التي تقدمها السلطات المستفيدة من مداخل الحج والأماكن المقدسة بينما اختار عبد الملك بن مروان قبة صخرة على شكل كعبة حقيقية والكعبة كما قلنا سابقا على شكل دائري كقبة أو كبة بإدغام العين كعبة كبة فجعل عبد الملك بن مروان هذا المكان المقدس لليهود والنصارى الابيونيون الابيونيين عفوا على مكان هيكل سليمان في بيت هامقداش بالصخره المقدسه وجعل ايات المسيح على الجدار ليكون طقس الحج للكل بالمعنى الشمولي كما كان اليهود والامميين يحجون لبيت هامقداش قبل هدم الهيكل والعرب كذلك كتجار وحجاج في آن واحد كما هو واضح في أعمال الرسل الإصحاح 2 العدد 11 كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعضائم الله وهذا مما يفسر وجود قبلتين في عصر ظهور الإسلام قبله نحو القدس كباقي الديانات الابراهيميه وقبله نحو مكه فانتصر الموروث الوثني على الموروث الكتابي بعدما اخفى هذا الاول نفسه في جلباب الموروث الثاني فاكتسب قداسه واسعه لما خرج هذا التقديس من محليه القبائل العربيه إلى عالمية الشعوب التي دخلت في الإسلام كما كان يريد عبد الملك بن مروان فخلاصة الموضوع كله هو الحجر الأسود بيتال أو بتيلوس هو حجر مقدس يعتقد الوثنيون العرب أنه نزل من السماء من بيوت الآلهة وتحمل أرواحهم فيقدس هذا البيتال ويبنى له معبداً يليق بمقامه بينما ترجم الحجاره او البتل التي يعتقد انها تحمل ارواح الالهه المهزومه في معاركهم وتهدم معابدها فتصبح في العراء يدنسها براز الطيور وغبار الاتربه فيحتقرها من يشاهدها على هذا الحال لا حول لها ولا قوه ك العقبة الكبرى والوسطى والصغرى حجارة أصبحت رمزا للشيطان بينما كانت آلهة تعبد قديما وهذا يذكرنا بتيس عزازيل في التوراة الذي يرجم ليحمل خطايا الشعب بسفر اللاويين الإصحاح 16 العدد 8 فهذه الأحجار المقدسة على شكل أصنام صغيرة عندما تنقل من مكان لاخر توضع في قبتها تذكرون كعبه كبه قبه وهي كما قال الدكتور جواد علي في مفصله عباره عن خيمه تقوم مقام المعبد الثابت الجزء 6 صفحه 399 نكتفي بهذا القدر والى اللقاء في حلقه قادمه